لحسن الحظ لم يكن عمر بحاجة إلى هذه السترة التي يرتديها في زيارته مؤخرا إلى الكويت، حيث التقى برئيس تحرير مجلة العربي المعروفة وهو يتحدث إلى الدكتور أحمد زكي. مرحبا دكتور، أحوال؟ تفضل يا سيدي. أنا جدا. كيف الحال؟ الحمد لله. دكتور؟ خير خير. دكتور والله عايز منك حديث قصير عن نشأة العربي، كيف نشأت هذه المجلة؟ هذه المجلة، أنت سألتني سؤال له مناسبة، وهو مارس، في 20 مارس، من منذ 9 سنوات حضرت إلى الكويت، ولم أكن أدري أني سأبقى هذه 9 سنوات أعمل في العربي وفي إنشاء العربي، ولم أكن أتصور ما هي الصحيفة التي كنا نريدها. وبعد ذلك تصورنا ونظرنا إلى كل الأحوال المحيطة بنا بأقصد محيطة بالعالم العربي كله، فوجدنا خططنا لها، وظلت المجلة بقدرة قادر ترتفع من 37,000 نسخة شهرية إلى 120,000 نسخة في هذه الأيام، إلا إذا كان العدد عدد خاص فترتفع إلى 150,000 نسخة. ومع هذا الصعوبة الكبرى أننا لا نستطيع أن نشبع الأسواق. دكتور زكي، من المعروف أن مجلة العربي منتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، فما السبب في سر هذا الانتشار والنجاح؟ السبب أولا الواقع، لا يوجد لأي شيء في الدنيا سبب واحد. احنا اخططنا لهذه المجلة أن لا تكون سياسية، احنا أبعد ما نكون على السياسة، نحن نعلم أن الأمزاج مختلفة، ولذلك كانت خطتي الأولى أن أجعل منها طيفا ثقافيا. الطيف في علم الفيزياء كما يعرفون يقولون أنه يبدأ بالأحمر وهكذا إلى الفوق البنفسجي ففوق البنفسجي، فإحنا جعلنا من مواضيع العربي هذه الألوان، ليست إنما لم تكن 7 ولكن بلغت 15، يعني فيها الشعر وفيها الأدب العربي وفيها الأدب الفرنسي وفيها اللغة العربية وفيها التاريخ بحيث أنه تاريخ، وفيها تاريخ الأشخاص، وفيها الفلسفة، وفيها التربية، وفيها علم النفس، وفيها الطب، وفيها الأخبار العلم وأخبار الطب، وفيها الموسوعة العلمية، وفيها القصص. الشيء الظاهر خالص وهو أنه لا يوجد إنسان يقرأ مجلة من دفة إلى دفة، إنما هو يتخير منها. فإذا تعدد هذه الألوان زي تعدد الألوان على المائدة الشهية، كل يختطف منها ما يشاء. سؤالي الأخير دكتور، طبعا كما قلت أنت أنه في العربي من كل وادي عصا تختار لكل موضوع شيء مناسب. نعم. ولكن ألا تعتقد أن هذا يبعد بعض القراء عن العربي؟ يبعد بعض القراء، القارئ العربي المتخصص ليست هذه صحيفته وليس هذا كتابه، هناك كتب لابد أن نترك للتخصص مجلاته وكتبه، فنحن نرمي دائما إلى أن يستفيد من هذا الطالب الذي يدخل أول ما يدخل في الجامعة، يعني مسألة المستويات دي في غاية العسر، ونحن لا نرتفع بها إلى أن تكون أكاديمية، وإلا لم يكن عندنا مثل هذا العدد القارئ. والعدد القارئ إذا قلت أنه 120,000، الواقع أنه لا يقرأ الجريدة واحد ولكن يقرأها 3 أو 4، ف320 يعني كانت ربع المليون أو أكثر من ربع المليون. هذا صحيح تماما. شكرا جزيلا دكتور أحمد زكي، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وإلى الأمام بإذن الله. شاكر 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 خالص.